احنا جايين من اجل مطالب، من اجل اصلاح نظام، مو الدخول في نظام. احنا كشباب متظاهرين عراقيين احرار، ما لنا علاقه باي شخصيه سياسيه ولا نمتثل باي شخصيه او تيار سياسي كان او حزبي. اعتقد انه خطوه جيده لا بس، ولكن الخطوه مستعجله، على الاقل انه تكون بعد موعد الانتخابات، يعني بعد اعلان موعد الانتخابات حتى لا تحترق هذه الورقه. اي تمثيل سياسي للمتظاهرين انه ما يفيد، لما يخدم، احنا طالعين محتجين، احنا ما جايين حتى ندخل بعملية سياسية، احنا جايين هنا من اجل الاعتراض على العملية السياسية، مو بصدد انه ندافع عن شخص او ندافع عن مجموعة حتى لو كانت من عندنا. راح يكون للشباب صوت خاص بهم، صوت يمثلهم بالحكومة، ولكن نرجع ونقول نحتاج ثقة. تلبي مطالبنا بنفس الوقت تراعي الناس اللي ضحت وقدمت دماء خلال هذه الفترة. أريد فد يعني سياسيين، ناس واعية مثقفة تشوف مطالب المتظاهرين، تشوف مطالب الشعب، تعيش الشعب آمال سعيدة، تعيش الشعب مثل بلدان العالم. هدفنا الوحيد هو تشكيل حكومة سياسية مدنية بحتة.